أعتقد أن الحكومة الحالية يعني طاحت في بعض المطبات اللي احنا نبي نعرف كمواطنين، هل هي متعلقة بالوزراء بعينهم ولا هو نهج حكومي ومنسجم مع رؤية رئيس مجلس الوزراء؟ هذا يختلف. على سبيل المثال يعني خلينا ناخذ وزارة الداخلية، اكو شغلتين الحين سببوا يعني ضيق عند الناس. اولها سالفه منع تجمع ساحه الاراده اللي كان مخصص لنصره قضيه اخواننا في فلسطين. نعم. الوزير والوزاره قالوا ان هذا تطبيق للقانون، انا ما ابي ادش في يعني تفاصيلها وهل هي فعلا تحتاج ترخيص او اخطار، انا ما راح ادخل في هذه. لكن اللي انا اقوله احنا في الاشهر الماضيه تجمعنا عده مرات في ساحه الاراده، وكانت وزاره الداخليه حاضره وتنظم الامور. ما اخفيك يمكن اكو بعض التجاوزات الفرديه البسيطه، لكن الجو العام جو منضبط ومنسجم مع دعمنا للقضيه الفلسطينيه. وكان بامكان الوزاره حتى في التجمع الاخير اللي الغي ان هي تنظمه بطريقه مع اعطاء تنبيه تنويه ان يا جماعه في المرات الجايه لازم يترتب بشكل افضل. لكن المنع وقضية حجز المكان والدوريات مسكرة على كل مكان وعدم إعطاء أي ترخيص آخر، أولا أضر بشكل أو بآخر في موقف الكويت تجاه دعمها للقضية، وعطى رسالة سلبية كان بالإمكان تجاوزها. الشيء الثاني طرح تساؤل، هل إحنا فعلا أمام فقط تطبيق القانون اللي إحنا معاه؟ إحنا مع أي تطبيق للقانون والنظام، هذا شيء إحنا معاه وندعمه تماما، ولا هي تندرج في سياسة تكميم الأفواه وكبت الحريات اللي قد يكون هذا أيضا جس نبض علشان يشوفون ردة فعل الناس؟ فهذه قضية جدا ضروري أن احنا نفهم شنو بعدها الحقيقي. القضية الثانية اللي يمكن أشرت لها في مقدمتك في الحلقة، أنا بكلمك على قضية تجديد، بس قبل أظل في ملف الحريات، ما تعتقد سيدنا هذا القانون قانون تجمعات خاصة بعد ما ألغت المحكمة الدستورية بعض مواده بحاجة إلى اليوم إلى معالجة تشريعية حتى لا ندخل في مثل هذه الأزمات؟ بكل تأكيد، لأن اللي يعني مطلع على قرار المحكمة الدستورية في 2005 بأنه هو واضح وصريح بأن التجمعات وليست المسيرات، التجمعات تحتاج إلى إخطار بالمخفر وبيان من اللي قائم بهذا التجمع، وأيضا يعني وين المكان وشنو الاحتياجات، بس لا أكثر ولا أقل. لكن لما تطلع آراء أخرى وتقول لا إن هذا يحتاج إلى ترخيص وصار جدل، أعتقد هذا من مهمة مجلس الأمة القادم أن يحسم هذا الجدل إن وجد، بالاستعانة طبعا بالقانونيين وبالأصحاب الخبرة في هذا الشأن. أوكي، أنا بكمل مع